لكم مشاهدينا دائما في برنامجكم كوفي تايم وقت القهوه. نقول لكم صح قهوتكم اذا مازال ما تقهويتوش. وفقرتنا لهذا المره رد بالك تكذب مع زهر الدين جواد. إيه فوبا تكذب تحفظيها من شو ما قدرش. إيه فوبا تكذب. انا وعرفت رد بالك. عثمان العريوة تبغيه ولا ما تبغيه؟ نبغيه ونعرفها. ماكش عاقل عليها. تا إيه فوبا تكذب. عرفها الجمله الشهيره. إيه فوبا تكذب. إيه فوبا تكذب. يلقي حفظوها وتحفظيها ونحفظوها كاع. نعاود نرحب بكم مشاهدينا في كوفي تايم في فقره الفو بودكاست. اليوم راه عندنا ضيف سبيسيال اللي هو الشاب مازي. ان شاء الله ما يكذبش علينا. برك ما تكذبش علينا اليوم. انا عاش نكذب. شوف ديجا غادي نكذب وانا عاش نكذب. مالك والله العظيم اثرت غادي نروح. زونتي زونتي والله العظيم. مازي لافيتي كاين قهوه. كاين قهوه كاين. او ليكيب يعطيكم الصحه راكم طوب. بون لافيتي اللي قنوا نجدوا القهوه قبل باش كنطيح عليه بلي كيسيون. خلاص ما يحسلهاش باسكو هاد القهوه شغل انستيزي. انت قهوه جي قهوه حليب ولا قهوه كحله؟ انت سيفيك قهوه حليب انت الكثره ولا قهوه كحله؟ انا حليب وحده. لا قهوه حليب لا قهوه كحله. معليش حنا اليوم نشربوا قهوه. شوف شحال دير من سكر اون اتوندون نبداو الاخر. اول سؤال ليك مازي. حنا الفقره تاعنا ولا ما تفرجتهاش نزيدو نشرحوها لك اللي هي عندك اختيار تختاره من ثلاث اختيارات بوسيبل. الله يجعل خير. اوكي عندك اول اختيار تتقهوى مع الريدوان الموزع والملحن والمنتج تاع الموسيقى العالمي المغربي ولا تقهوى مع لو غران لو كينغ شاب خالد ولا تشرب قهوه مع نجم الشباب واللي راه نمبر 1 في السيل تاعو سعد المجرد الفنان المغربي. باسكو في ثلاثه قادر تطيح لك خدمه معاهم. جوستومون بون رضوان نحترموه موزع كبير موسيقته عالميه. خمم مليح باسكو سي دي كيسيون بياج. شاب خالد كان لي الشرف شربت معاه قهوه ديجا. صح تما راه خالد. دونك خالد رومبلاتيه بزهرو. دونك عندك زهرو. عندك زهرو رضوان. هي باينه بلي عندي حظوظ ضعيفه جدا. جدا. قدام سعد المجرد ورضوان. هاي فرحانه جدا. علاش انا كون درت اسمك نقول قهوه مع زهرو. صاي اختاري زهرو. عاودها ماش نسمع منك. قهوه مع زهر الدين خويا. وكان استقهوينا ديجا. ديجا استقهوينا بزاف. انا نقول لك اختار سعد المجرد. باسكو نشوفك بخوا مازي سعد المجرد ان شاء الله كيما ان شاء الله كيما اليوم. حاجه ندم عليها مازي اسكو الاولى زعفت والديك في نهار من الايامات ولا معرفه صديق نقولوا في المجال ولا في لونتوراج وندمت اللي عرفته باسكو دار لك مشاكل ولا ندمت اللي عرفت انسانه في المجال الفني اللي كان عندك في السابق معها علاقه. شكون هادو اللي باسكو دارت لا ديزيام لا ديزيام عرفت صديق 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 خويا هذا نموت ونعرف اش دار ومن بعد نشوفوا علاه. افضل مغني راي بالنسبه لمازي كادر جابوني شاب نصرو ولا الشيخ لو غران شاب بلال. اباك حديرني في واحد الحصله. هذه هي لا كرونيك. ما نقدرش نعطيك حصه ما نقدرش. لا شوف هذو ثلاثه في ثلاثه نحترمهم ونعرفهم شخصيا. نعرفهم شخصيا. انا اللي خرج منا ما يخرج حتى ما تخرج على بالي راه عندك صوالح وناس ضيافكم يسنوا فيك ما تخرج. امبوسيبل. عطيت لي شكون اللي خلاك تدخل هذا الدور؟ اشخاص اللي نعرفهم شخصيا ونحترمهم وانا فان تاعهم ملي كنت صغير نسمعهم وفي ثلاثه نحبهم كيف كيف ونسمعهم كيف كيف دونك امبوسيبل. كاين واحد قال لك كادر بلال ونصرو اباغ هاد ثلاثه هاي نحو هاد ثلاثه. شوف واحد انت فغيمون تحبه. عاقل الله يرحمه. الله يرحمه. ما كيتعاوني فيه باش يضرب لي ضرب. هذه امبوسيبل نقدر نقعد معك حتى ليميسيون تاع غدو ان شاء الله. صح ما كاينش واحد فيهم هكا شويه زياده. ما نقدرش. بالك اللي كانت عندك معرفه شخصيه. ما نقدرش ما نقدرش. نعرفهم في ثلاثه نعرفهم شخصيا وتلاقيت معاهم وقعدت معاهم. ما عاقل الا في لو بون شوا. ما عاقل الله يرحمه وقام. كور موا عاقل ربي. الله يرحمه ويوسع عليه. روح سكيفيت لي بمساعده من الفاد لاكيسيون. شفت لك انا نقلت معك. دخلت شغل هي اللي قلت لك فواياجينا انا وياه كيف كيف مازال جاي دار عليا ديرك مازال دوك ما تعاونيش معنا انا باسكو اللي موراها جاي تشبه لها. كون يعرضوا عليك ديو من هاد الثلاث اسماء اللي هما في نفس المجال تاعك تقريبا اغنيه الراي جيل جديد بلا صغير الشاب حسام ولا الفنان المغربي ايمن السرحاني براسك هذه تشوف ما نال ما تفريهاش. انا اللي حاس بلي اليوم مانيش حنخرج من هذه ليميسيون حتى يصرى لي بروبليم. لا ان شاء الله ما يصرالكش بروبليم. هذه شوف سي دي بريفيرونس كيما نقولوا حنا تلقى واحد بزياده وتبغي تشرح علاش اشرح باسكو سي دي شو. انت بالك علاش لبست الاحمر اليوم؟ تبغي الازرق تبغي الاحمر تبغي النوار؟ اختاري الزوج كيما بالي شفت بالك الديكور بالك اليوم بغيت تبدل. علاش نكون اسورتي مع الفوتيل؟ سي بور سا ما قعدتش مليح. اونتخ بلال صغير حسام وايمن سرحاني. واحد تحس باللي لو كان دير ديو معاه لافوا تاعك وتاعو ولا لو ستيل تاعك وتاعو ممكن اغنيه دير ضجه كبيره ودير باس. بون تو دابور انا نحترمهم في ثلاثه وفي ثلاثه اسماوات كبار
وفي ثلاثة سي دي فغيز ارتيست ما كانش ابل هنا في لاكرونيك تاعي من بعد روبورتي في ثلاثة سي دي فغيز ارتيست pour un duo بالك je dirais bien Houssin parce qu'on a presque le même style le même look et tout ça Houssin même انا Houssin on s'entend bien à chaque fois qu'on a تلاقاو في العمل ولا donc voilà mais j'ai pas dit que même Bilal Sghir je suis très fan de Bilal Sghir ونحترمه بزاف والاخ ايمن سرحاني ثاني من المغرب الشقيق المغرب الشقيق فوالا ان شاء الله احنا من كوفي تايم بلاطو تاعنا ومعنا بالك تجي الفكره تاع ديو مع شيخ حسام قريبا ان شاء الله في المستقبل كون نقول لك تفضل انه الاغنيه ركز معايا مليح باسكو هذه كيسيون فيها دي ديتاي سبيسيال يكونش عندك حريه الاختيار يعني يا اما اغنيه فيها كلمات الاغنيه تاعها قويه جدا ولا اللحن يكون طالع على كل شيء ويكون لحن رائع وعالمي ولا يكون كليب يغطي على كل شيء ويكون كليب خارق للعاده اللي راح يدير باز كبير بين هادو الثلاثه دونك انا اسكو بريفير ف ف ف ان بروجي اللي كاين وجدو لو كان اللي يحصروك نقدروا نقولوا نبسط لك سؤال لو كان يحصروك يقولوا لك طابا لو شوا سوا سا سوا سا سوا سا انا جو بونس كي يكونوا الكلمات ملاح ونقايه ويكون سوجي مليح حتى اللحن مهم معليش انا جاي انت قلت لي خير وحده لا لا تخير وحده هي كل حاجه مهمه لازم الكلام يكون مليح واللحن يكون مليح والكليب يكون مليح مي كي قلت لي انت لازم تخير وحده انا جو بونس الكلمات كيكونوا ملاح وكلمات نقايه اي تو سون باسكو كاين دي شونسون بلا كليب داروا لو بوز صح الكليب نحاه دونك سا ريست اونتخ الكلمات واللحن انا نخير الكلمات الكلمات غادي يختار الكلمات اختيار نظن موفق بس به موفق الحمد لله سلام لك من البياج تاعي باش ندير فيه اللحن بصح فاقلي المهم نروح دونك انت الا تعطيني لحن مليح وكلمات اللي ما سي فري ما تقدرش تسمعهم العائلات ولا جوست الكلمات فوالا دونك انا جو بازي على لي بارول بوكو بليس في لي شونسون ديالي افضل عمل تاعك بالنسبه ليك بين مابيلا ماريا ويعطيكم الصحه ماريا ماريا بدون كان افضل بدون عمليه صارت. بدون نقاش كان كليب لي كانوا فيه بزاف كيفاش نقولوا لي زيموسيون نو كان عمل كبير بور مو ماريا كان عمل كبير اللي تعبت فيه والحمد لله تلقى نجاح ان شاء الله يا رب ان شاء الله نروحوا بالنسبه لك افضل مغني تراي بين الزهوانيه لحيوان المناسبه دليله وسميره الورانس انا اختاريت هاد الثلاث اسماء بعنايه لانه راني عارف افبري شي يسمع في لافواتير ماتي نسمع مي عبك شو عطيت لي لانكومباراب باسكو ما تقدرش دير الزهوانيه بالك دليله وسميره نقدروا نكومباريهم مي الزهوانيه جو سي با دو ان سي با لا ميم جينيراسيون ستيل مدحات سي با لو ميم ستيل ثاني سي با لو ميم ستيل دونك دليله رمات ثاني مدحات دونك نحو الزهوانيه نخلو الزهوانيه بصح الزهوانيه صح سيدي بين دليله وسمير الزهوانيه اسم كبير وسي في كبير وتاريخ كبير و فوالا دونك سي لونسيان جينيراسيون كي كارتون توجور دونك انا بور موا كرايي الشخصي اونتر دليله اي سميره مو جو بريفير سميره سميره لورا مع العلم اني نسمع دليله ونحترم دليله بزاف بزاف نوجه لها تحيه هي وزهير انا سميره بالك فخاسك بالك سي ميم ستيل الجي توصل لي بارول اللهجه توصل دونك كون نقولوا افضل كاليتي بالنسبه لماضي يشوفها في روحه الكاريزما والاناقه والجمال ولا قوة الصوت ولا التسيير الذكي لمسيرتك الفنية؟ لا تخوزيام ثاني كيسون التسيير الذكي لمسيرتك لا تخوزيام جو بونس بلي انا راني في هاد لا بتيت بيريود في ما بتيت كارييغ جو بونس كو جي بيان افونسي الحمد لله مانيش نقول لك انا التسيير تاعي انايا مي سي ان ترافاي ديكيب دونك الحمد لله الحمد لله يا ربي ان شاء الله تخوزيام اخر سؤال مازي في فقرة الفو با تكذب وين يحس روحه مازي اليز في باب الزوار في الحومة ولا في اسبانيا كي يكون عند حبابه وصحابه ولا في باريس كي يكون يدور مع رفيق ولا كليك الوعره هذه ثاني سؤال اللي قلت هذه بدون تردد بدون استشاره بدون تفكير في باب الزوار في سوريكال في حومتي كيما طرا مواي مع ولاد حومتي اللي كبرت معاهم وتربيت معاهم ونوجه لهم تحيه ودائما عباك سي لا بروميير فوا عطيت لي لوكازيون دائما يقولوا لي مازي كيفاش تجوز لي زيميسيون ما تقولش ولاد حومتي ما توجهناش تحيه دونك من هذا المنبر ومن هذا المقام العالي اللي رانا فيه نوجه تحيه لكاع ولاد حومتي وصحابي تاع الصغور اللي كبروا معايا ومازالني توجور معاهم اون بون ريلاسيون ما تبدلش عليهم مازي هذوك الحمد لله مازالني انا دوك نخرج منا نروح لحومتي نقعد ندير قهوه مع صحابي في الغامبيا الحمد لله دونك الحمد لله مازي انا نشكرك بزاف ونقول لك شرفنا بالحضور تاعك ميرسي بوغ لي فور على بالي بلي اليوم كان جورني دروبو تاعك وجيت معليش بزاف يعطيك الصحه شكرا ربي يحفظك شكرا ربي يخليك خويا يعطيك الصحه مازي ان شاء الله لا بروشين فوا تجينا بنكري في جديد